السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج ممكن. اليوم ورشة العمل أو المحاضرة هذه راح تكون تعريف عن برنامج ممكن، اللي هو أهم برنامج تم إطلاقه أمس لهيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة. برنامج ممكن هو برنامج مهم جدا لأنه أهدافه مترابطة بجميع الجهات ذات العلاقة من المنشآت والهيئة واللاعبين الآخرين في السوق مثل الجهات التمويلية وغيرها. أحب أعطيكم فكرة عن ممكن بالبداية. ممكن تعريفها هي خدمة إلكترونية بنيت على منهجية علمية تمكن، هدفها أنها تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقييم قدراتها وقياس احتمالية نموها والحصول على توجيهات وإرشادات تمكنها من التطور والنمو. إذا نحن عندنا بعض النقاط الأساسية هنا، أن أول شيء نمكن المنشأة أنها تقيم قدراتها وتقيس احتمالية نموها بناء على قدراتها الموجودة الحالية، وبعد كذا تحصل على توجيهات وإرشادات من الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة والمستشارين والخبراء بحيث أنها تمكنها من التطور والنمو. طبعا هذا كتعريف عام، لكن البرنامج ثري جدا جدا جدا، والآن بنمشي عليه ونستكشفه مع بعض. طبعا أحب قبل ما أبدأ بالبرنامج أعطيكم على الوضع الراهن لمحة سريعة كذا. الوضع الراهن للسوق اليوم المنشآت الصغيرة المتوسطة مساهمتها تقريبا لا تتجاوز 20% من الاقتصاد، فهذا هدف من أهداف الهيئة الرئيسية، ولذلك أنشأت بأمر ملكي أنها ترفع هالنسبة إلى 35%، وبالتالي تمكن المنشآت الصغيرة المتوسطة من النمو ونحتوي المبادرين الجدد اللي بيأسسون منشآت جديدة في الماركت. فالمساهمة صغيرة، في عندنا ضعف في الروابط والتواصل بين المنشآت في عمل البزنس مع بعض والحصول على فرص عمل، عدم توافر الموارد والخدمات الأساسية. لما نتكلم على موارد وخدمات أساسية نتكلم موارد بجميع أنواعها، موارد مالية، موارد بشرية، موارد تكنولوجية، موارد تشغيلية وخلافه، وهذه اللي تساعد على التطور وعلى نطاق واسع وشكل سهل. فبالتالي في نقص، في ضعف لها، في ضعف في ثقافة ريادة الأعمال بشكل عام، لأنه قصص النجاح الحمد لله اليوم في هالمنتدى شفتوا قصص كثيرة نجاح، لكن لازلنا نطمح بأكثر من ذلك، وإن شاء الله السنة الجاية بيبان راح يكون مساحته 10 مرات أو مرتين كبر هالمنتدى، ونشوف في رياديين بدأوا وأصبحت منشآتهم صغيرة وأصبحت متوسطة إن شاء الله. وفي عدم تماثل في المعلومات في السوق. اليوم أنت كمبادر تبغى تدخل السوق تبغى تعرف والله كم حجم مبيعات اللابتوبز عشان تصير تورد لابتوبات، اليوم ما في رقم واضح عندك، تلقى أخبار في الجرائد متماثلة تلقى هنا، فما في معلومات لها مصدر واضح ولها وجود ولها حصول تقدر تحصل عليها كرجل أعمال أو كمبادر، بحيث أنك تتخذ قرار الاستثمار أو قرار تطوير منشأتك أو خلافه. في صعوبة في الحصول على المعلومات والبيانات، غير أنها غير موجودة وغير دقيقة، مكلفة أحياناً على المبادرين. الآن المصادر المتاحة مصادر عالمية، وبعض بيوتات الخبرة اللي تكلف في إيجاد المعلومة. والنقطة الأخيرة في غياب في التشريعات الخاصة في المنشآت الصغيرة المتوسطة. أنا كنت أسولف مع أحد الإخوان هنا مختص معانا في الامتياز التجاري، فكنا نتكلم على غياب بعض التشريعات والأنظمة في 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 خدمة الفرنشايز، اللي هي خدمة مهمة جدا 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 في توسيع قاعدة المنشآت الصغيرة المتوسطة، أو هي نموذج من نماذج العمل اللي تساعد المنشآت الصغيرة المتوسطة في النمو بشكل جيد. فهذا الوضع الراهن، هذا للاقتصاد وبشكل عام. وضعنا بعض النقاط المنشآت داخليا، في صعوبة في الاستيراد والبيع والتصدير. اليوم أغلب المنشآت، اليوم التصدير عندنا أرقامه أغلبها للصناعة النفطية، الآن في صناعات غير نفطية بعض المعادن وخلافها، بس شركات كبيرة، نبغى نشوف شركات صغيرة تصدر. اليوم في هيئة الصادرات برضو معانا هنا تساعد، لكن لو وجدنا بعض الدول زي سنغافورة مثلا ولا ماليزيا، ولا تلقى شركات سنغافورية في السعودية IT تراها صغيرة متوسطة بس قدرت أنها توصل وتصدر عندنا. ففي صعوبة للمنشآت الصغيرة المتوسطة في التصدير أو البيع في السوق المحلي. في ضعف القدرة على توليد وظائف، لأنه البزنس ما هو موجود، التوسع ما هو موجود، التوسع بطيء، ما في توسع عالي.
وهو العكس اللي المفروض يصير صحيح. المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموها أكثر من نمو المنشآت الكبيرة، فبالتالي قدرتها على خلق فرص عمل تتسارع بشكل أكثر من تسارع المنشآت الكبيرة في خلق فرص العمل، لكن اللي صاير العكس تقريبا. في صعوبة في عملية الحصول على التراخيص والتصريحات. يمكن أمس اللي حضر معانا الافتتاح برعاية معالي الوزراء، كانوا معانا أمس 5 أصحاب معالي: وزير التجارة، وزير العمل، وزير البلدية، الشؤون القروية، ومعانا وزير الاتصالات. في لجنة اسمها تيسير الأعمال، أمس تم الإعلان عن المخرجات لهذا البرنامج، وكانت رهيبة جدا في تخفيض التراخيص والإجراءات. يعني كان في بعض التراخيص تحتاج 70 متطلب، نزلوها 3 متطلبات، بعضها يحتاج 2 صار 10 أيام، بعضها 10 أيام صار في يوم واحد وخلافه. في فجوة في المعرفة بمتطلبات السوق، إيش يحتاج السوق، كيف طريقة المنافسة، من اللاعبين، وين موجودين، تركزهم، منطقتهم، أسعار المنتجات الثانية، تكاليف التخزين، تكاليف كذا. ففي المنشأة نفسها تجد صعوبة في فهم السوق نفسه. لو رحنا لبعض الدول، أو بعضكم إذا كان مطلع على بعض الصناعات، في تقارير تطلع. يعني مثلا أتذكر أنا كنت في أمريكا، كنت أجد تقرير شهري يطلع عن أداء المطاعم في أمريكا، فيعطيك بالضبط، يقول لك والله أنت كمطعم مفروض أنه تكلفة الموظفين ما تتجاوز 15% من مبيعاتك. فهذا صار بنشمارك عندك، أو خلنا نقول معيار تقدر أنت تقيس أدائك فيه. فتطور سنويا، تقول والله أنا أقل من السوق، أنا أسوأ من السوق، أنا أفضل هنا، خليني أتحسن وخلافه. ففي صعوبة في معرفة متطلبات السوق، المهارات اللازمة، الفرص اللي موجودة الآن. يعني برا يمكن في منصات كثير، وهذا دور الهيئة اليوم ما شاء الله. الهيئة عندها كذا منصة أطلقت اليوم، وأنا أنصحكم تشوفونها، في الحصول على أعمال اليوم. في كذا شركة اليوم طارحة فرص، زي شركة في عندنا STC ثقة وخلافه، طارحين فرص لأصحاب المنشآت المتوسطة، غير البلاتفورمز اللي الإلكترونية اللي طرحتها الهيئة. وفي عدم توفر الموارد والخدمات الأساسية للنمو والتقدم على نطاق واسع بشكل سهل. هذا بصورة عامة وضع الراهن المنشآت. طبعا وش التجارب الدولية اللي تمت في بعض الدول المتقدمة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة؟ ولما أقصد أنها متقدمة، أقصد أنه مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه الدول في الناتج المحلي يتعدى 40-50% من إجمالي الاقتصاد. عندنا بعض الدول وصلت 80-75%، زي ألمانيا وكوريا وخلافها. فايش تجارب الدول هذه الان، او ايش تجارب الدول اللي قريبه مننا وتبغى تتطور وتصل لكذا؟ بداوا على بعض البرامج اللي تساعد في ربط المنشآت كلها، ومعرفه وضعها ومشاكلها وادائها ووضعها الحالي، وربطها مع الاصحاب ذات العلاقه بحيث يصير في تمكين. عشان كذا صار اسم البرنامج ممكن. مثلا في الامارات مؤسسه محمد بن راشد سوت برنامج ريت، هذا يقيس اداء المنشآت. يروحون المنشأة يقيسون أداها، يعرفون شو مشاكلها الإدارية، موارد بشرية، تشغيلية، تكنولوجية وخلافه، وبعدين يربطونها. مثلا في منشأة صار عندها مشكلة تكنولوجية، يحاولون يحلونها بحل تكنولوجي منخفض التكلفة. وهذا دور الهيئة، أطلقت خدمة الخدمات السحابية اللي هي الـ ERP السحابي، الكلاود ERP، بأشياء مخفضة. برضو بنك قطر للتنمية في قطر. في عندنا ماليزيا، الهند. طبعا كل هذه الدول ناجحة، خاصة بتكلم على ماليزيا والهند، قدرت انها خلال الخمس سنوات اللي راحت تقفز قفزات نوعية في مجال الاسميز، وصار عندها اسميز لاعبين مؤثرين برا الماليزيا والهند كشركات IT، شفناها برضه في السعودية. فهذا كتجارب دولية. في السعودية الهيئة قررت انها تحاول تخلق برنامج يستفاد من الخبرات الدولية بعد ما درست الخبرات الدولية، ويصير في توطين له بحيث أنه يتناسب مع أداء السوق واحتياج السوق والمنشآت المتوسطة والثقافة التجارية عندنا. فوجد برنامج ممكن، في فوائد كثيرة ممكن، منها معرفة نقاط القوة والضعف لك كمنشأة. الخدمة الفائدة الثانية أنك تقدر تنمي قدراتك وتوفر الدعم لها عن طريق الهيئة أو أحد شركاء الهيئة أو أي جهة مسؤولة في السوق، اللي راح تعمل الهيئة على عمل اتفاقيات بحيث أنه يكون اللي عنده ممكن شهادة ممكن يقدر يستفيد من خدمات هذه الجهات. مساعدة المنشآت في جذب المستثمرين، إذا صار لك وجود في ممكن وصار لك بروفايل وشهادة، المنصات الأخرى حقت المستثمرين والإيفنتس اللي راح تكون في الحصول على الاستثمار راح يعتمد على شهادة ممكن فيها.
مساعدة الجهات المستفيدة اللي هي خلينا نقول الجهات ذات العلاقة في التعرف على أداء المنشآت الراغبة في التعامل معها. أنتوا جهات تبغى تستفيد مع أن تتعامل مع جهة طرف ثاني، تقدر تستفيد أنك تعرف عن أداء الطرف الثاني عن طريق ممكن. الوصول إلى المناقصات الحكومية راح يكون ممكن، شهادة ممكن مع الوقت لها دور في دعم المنشآت الصغيرة للحصول على المناقصات الحكومية. مؤشر لقياس أداء المنشآت ومعرفة تحدياتها، تقديم حزمة المميزات والتسهيلات من قبل الهيئة نفسها، سواء كخدمات مخفضة مع شركائها، سواء كخدمات مجانية، سواء كتفضيل للي عندهم مثلا شهادة ممكن وخلافهم، تعزيز الانتاجية والتنافسية. طبعا هذه فوائد بشكل عام. أنت كصاحب منشأة تقول طيب أنا بالضبط أنا وش ممكن أستفيد أنا داخليا؟ أنت ممكن تعرف واقعك اليوم. اليوم كلنا كأصحاب أعمال مشغولين بأداء البزنس، بالمبيعات، بالسيلز، بالأوبريشن، بالمنافسة، بالإعلان، بالتسويق وخلافه. فما عندك وقت أنك تقف مع نفسك وتشوف الوضع الحالي، كم عدد الموظفيني، كيف أداهم، وش مشاكلنا، ليش ما نبيع، ليش ما نقدر نسوي كذا، ليش احنا نتأخر في تسليم المشاريع، ليش هذه كلمة ليش، وما في وقت أنك تسألها ولا في وقت أنك تجاوبها. فبرنامج ممكن يجي يسوي تحليل سريع لمنشأتك ويعلمك أنه هذا وضعك يعني الحالي. الشيء الآخر أنك تحصل على الثقة في مستوى أعمالك. لما تعرف أنت وش أداك وقدراتك، خلاص هذه مواطن القوة ومواطن الضعف، وراح نعطيك إحنا بعض النصائح أنك تعامل معها أو نوجهك لبعض المبادرات اللي تحل مشكلتك بشكل سريع، فتصير عندك ثقة، تحصل على تقرير مفصل، وممكن أنك أنت تعيد ممكن سنويا أو نص سنة أو خلافه، فبالتالي تقدر تراقب تشوف نموك كل فترة وكيف تحسن الأداء عندك. الجهات المختصة مقدمين الخدمة مثلا تصير لك مصداقية عندهم وثقة أكثر، لأنك أنت كل معلوماتك واضحة موجودة وفي مقارنات مع اللاعبين بالقطاع اللي معاك، فبالتالي الجهات ذات العلاقة ممكن مقدمين التمويل أو خلافه يشوف أنه عندك أنت أكثر مصداقية وثقة. تفادي الأخطاء اللي وقعت فيها أنت والمنشآت الأخرى، لأنه حنا بنكون عندنا منصة وبيصير فيها آلاف آلاف المنشآت الصغيرة المتوسطة، فبالتالي نعرف نقدر نقول كل قطاع وش مشاكله وش أخطاءه. فلما تجينا منشأتك نقول ترى انتبه، ترى القطاع هذا في الغالب في هذه الخمس أخطاء انتبه منها، أو إذا وصلت لك كيف تتعداها وكيف تنجح في أنك تتجنبها. نمكنك أنك تضع خطة عمل مع الوقت مبنية على أسس راسخة. وش أقصد أسس راسخة هنا؟ أنه في بنش مارك عندك وخطة العمل حقتك مع أداء السوق ونمو السوق، وتقدر تعرف مدى نضج عملياتك مقارنة باللاعبين الآخرين اللي في السوق وفي قطاعك أنت. أنت والله مثلا خلينا نقول أنك شغال في النقليات وتبغى تعرف مدى نضجك في النقليات، هل أنت الآن وش ناقصك؟ نفرض أن ناقصك بعض الأنظمة اللي تساعدك مثلا في معرفة مواقع شاحناتك بالضبط، بحيث أنك تقدر تخلق كفاءة في عملية الرحلات مثلا، وهذه مثلا موجودة عند منافسينك الآخرين. احنا نعرف أنها موجودة عند 10 منافسين لك، فنشوف أنها أساس كبير في أنه تساعدك في تخفيض تكاليفك التشغيلية أو زيادة كفاءة التشغيل لديك. فنقدر نقول لك أنه والله هذه واحدة من الأشياء المميزات. هذه أمثلة طبعا بشكل عام، وبالتالي تقدر تستفيد من خدمات متنوعة اللي تقدمها الهيئة. طبعا الهيئة يعني خدماتها راح تتجاوز تقريبا 50 خدمة في مجالات متعددة، على مستوى الموارد البشرية، على مستوى التقنية، على مستوى التمويل، على مستوى الاستثمار، على مستوى المواقع، على مستوى يعني في أشياء كثيرة. أهداف ممكن الخاصة ممكن، غير العمل على سد الحاجات اللي ذكرناها في السلايدات اللي قبل اللي حاجتك أنت وحاجة السوق، أن كهيئة تقدر تجمع بيانات ومعلومات ما يتعلق بالمنشآت والسوق، تقدر تساعد وتدعم أن الهيئة تقدر تصير أكتف وتدعم وتساعد المنشآت وتدعمها في رحلتها نحو التطور. والشيء الثالث يصير فيه تخصيص وتوزيع أكثر فاعلية. يمكن كان في الدولة ما قصرت في خدمات كثيرة وفي دعم كثير على مستوى زي مثلا صندوق الموارد البشرية يدعم. طيب من المستحق؟ اليوم في مثلا منشآت من مستحقة أو ما عندها فعليا عدد الموظفين الصحيح، أو مثلا ففي هدر مالي عندنا في الاقتصاد. هذه أذكر شيء ثاني، معلومة جانبية عن ممكن بحكم أني شخص مالي وأقراها وأشوفها، وبعضكم ماليين واقتصاديين يقراها. في كل دولة إذا وضعت الدولة عملتها مثلا دولار ولا ريال وضعتها في الاقتصاد، المفروض يصير في مضاعف اقتصادي. المفروض الريال هذا اللي ينحط يطلع ريالين، يطلع ثلاثة على نهاية السنة وعلى نهاية. في السعودية عندنا مضاعف سلبي،
واحدة من الأسباب عدم وجود آليات في معرفة الاستحقاق في الدعم. الدولة تدعم ما قصرت، فاليوم لو تلاحظون الدولة صار عندها بعض الخدمات الآن، تعال بدعمك، بس مثلا صار في مثلا توجيه للخدمة، بعرفت منهم مثلا زي حساب المواطن، بعرف من أنت تستحق ولا لا العقار، تستحق ولا لا، فمو كل مستحق. هذه واحدة من الأشياء اللي هي ما تبغى تقع فيها كخطأ، فمن البداية قالت أنا بعرف من مستحق، من اللي محتاج خدمات بشرية، من اللي محتاج كذا، من المحتاج خدمات تكنولوجية، من المحتاج، وهل فعلا هذه المنشآت بحاجة لدعم الهيئة؟ لأن الهيئة بتدعم ماديا، بتدعم بشريا، بتدعم بعلاقاتها، بتدعم. فهذه أهداف ممكن الأساسية، وهذه يخليها من أهم الخدمات والمنصات بتطلقها الهيئة، لأنه هذا الأساس، هذا اللي بيكون أعرف أنا الهيئة تعرف المنشآت، تتعرف عليهم وتضعهم في أماكنهم الصحيحة وتعمل على تطويرها وتمكينها ودعمها، وهو هذا الهدف الأساسي والأسمى اللي وضعت من أساسه الهيئة. بعد كذا من الفئات المستهدفة عندنا؟ احنا نستهدف المنشآت سواء الناشئة أو القائمة، سواء اللي يبغى يدخل أو تو بادي أو يبغى يدخل، أو القائمة اللي موجودة ولها فترة في السوق. ولكل فئة وضعنا منهجية تختلف. القائم لسنتين ثلاثة هذا منهجيته العلمية في دراسة أداء العمل وتحليل البزنس والتحليل المالي له يختلف عن منشأة جديدة ما عندها أداء مالي وخلافه، فنعتمد على العوامل غير مالية، يكون عليها التركيز بشكل أكثر. فهذه الفئة المستهدفة. كيف خصائص وأقسام الخدمة؟ عندنا تقريبا صاحب عمل، سواء صاحب العمل الحالي أو الجديد، يسجل في المنصة، منصة ممكن داتس اي. بعد كذا في خدمتين ونطلقها اليوم. الإطلاق اللي عندنا اليوم هو التقييم الذاتي، أول خدمة. التقييم الذاتي هذه خدمة تمكنك أنت تدخل على المنصة أو تدخلين على المنصة ويصير فيها بعض الأسئلة عن البزنس حقك زي الكويشنير. يتعبى الكويشنير، النظام هذا ذكي ومعمول بناء على بعض نماذج الأعمال اللي موجودة اليوم، فما وتم تحويرها على السوق السعودي أو على الخدمات اللي موجودة، وبعدين بيطلع لك نتيجة في النهاية، وبيطلع لك تحليل يعلمك كيف وضعك وبعض النصائح. التقييم الذاتي هي خدمة تمكن منشآتك أنك تدخل وتعبي أسئلة كويشنير على البزنس حقك طبعا، وراح يربط ببعض قواعد البيانات اللي موجودة عند الهيئة وموجودة عند الشركاء الاستراتيجيين، بتكلم عن الشركاء الاستراتيجيين، وبالتالي يطلع لك تقرير مفصل عن أداء منشآتك كأنه assessment لك، تحليل كامل عن المنشأة، وبالتالي تقدر تعرف اليوم أنت وين تقع. لما يطلع التقييم هذا في عندنا أرقام اتصال كول سنتر، في عندنا الموقع Q&A، نقدر احنا نساعد، نصير زي وضعنا زي الكلينك زي العياده، نساعدك ونقول والله بناء على اللي شفناه انت تراك في هذه الاشكاليات عندك وهذه طرق التجاوز حقتها والاستفاده منها. الخدمه الثانيه التقييم الشامل راح تطلق بعد شهرين تقريبا، اللي هي راح تكون فيها شهاده وراح يكون فيها زيارات ميدانيه على حسب الخدمه وخلافه. كلها نفس الخدمتين، هي في النهايه مخرجها واحد، تقييم وتقرير. التقييم والتقرير هذا او الشهاده والتقييم تصير معاك انت تستفيد منها كصاحب عمل، وتستفيد من الشهاده انك تروح لتحصل على خدمات متكامله لاطراف ذات العلاقه، وتقدر تحصل على اداء وقدرات افضل لانه راح يصير في توجيه عندك وتمكين من الهيئه نفسها. هذه كاخصاص وخدمات. التقييم الذاتي لو ندخل عليه بشكل اكثر، يعتبر مقياس لكيف ترى وتقييم منشاتك، اسئله عامه متعلقه بالبزنس باعمال المنشاه، كم عمال، كم موظفينك، كم كذا، كيف كذا، كم، هل عندك يا مثلا برنامج اجراءات داخليه ERP، هل عندك، في اسئله عن البزنس، هل انت تصدر ما تصدر، تبيع العميل واحد ولا خمس عملاء، في بعض الاسئله اللي تساعدنا في فهم البزنس حقك. التقييم الشامل هذا اكثر شمولا، هذا يعتمد على تحليل مالي، تحليل مخاطر، تحليل عمليات بشكل مفصل، تحليل. فبالتالي التقييم الشامل هو اللي راح يساعدك انك تحصل على خدمات الهيئه. معايير التقييم بشكل عام، راح نسال عن منتجاتك وخدماتك والابتكار عندك، راح نسال عن التكنولوجيا اللي موجوده والمعلومات اللي تعرفها منشاتك عن السوق، راح نسال عن التخطيط عندك، هل انت تخطط ولا ما تخطط، ايش مخاطرك وش تتعامل معها، راح نسال عن العلاقات والشراكات والعملاء والتسويق، راح نسال عن قدراتك وكفاءاتك، وراح ندخل ايضا في البراندنج حقك في السوق، راح نسال عن الموارد والموارد البيانات الماليه اللي عندك، راح نسأل عن ملاك والموارد البشرية وخبراتهم الموجودة، المكان والمكتب حقك واللوكيشن وأهميته في نجاح البزنس، السوق والقطاع المنافسة، هذا راح يكون مبني على قواعد البيانات اللي عندنا.
فريق الإدارة والمسؤولين والإجراءات والعمليات. هذا بشكل عام. طبعا كل قسم فيه أسئلة كثير راح يتم السؤال حقها وإجابتها. مخرجات الخدمة: التقييم الذاتي، راح يطلع لك تقييم دلالي وإرشادي يعلمك صاحب المنشأة. التقييم الشامل للمنشآت راح يكون تقييم الأداء كامل وفي شهادة، والتقرير راح يتضمن على إرشادات وتعليقات. تقرير ذكي هو، راح يطلع لك إرشادات وراح أيضا يتضمن على درجة احتمالية نموك. يعني احنا بوجهة نظرنا نقول والله احتمالية نمو هالمنشأة بحكم أنها في هالقطاع وبحكم هذه المعطيات وهذا الوضع العام في الإدارة حقتها وأداها السابق مثلا 85% أنها تنمو. بعدين بعد فترة راح نخلق بنش مارك سعودي على النمو في القطاعات على احتماليات النمو، وبعد كذا راح يكون في مراجعات لها سنوية. هذه مخرجات الخدمة. المنهجية اللي استخدمناها في ممكن، دمجنا استخدمنا بيانات كثيرة موجودة ودمجناها في برامج إحصائية ونماذج إحصائية ومعلومات عشان نقدر نصدر تقييمات رقمية وإحصائية. طبعا راح نعتمد على هذا، هو الجانب الرقمي. الرقمي موجود اليوم، موجود في وزارة التجارة عند بيان، شركة بيان اللي أنا أمثلها، موجود في برنامج قوائم، إن قوائم أصلا مظلة واحدة، موجود كأرقام أداء سابق للشركات. عندنا قوائم مالية، عندنا الآن دخلنا في شركة بيان وبتكلم عنها بعد شوي في نواحي أخرى اللي هي الريسيفبلز بين التجار ومساعدتهم في معرفة الريسيفبلز وتحصيلها، إصدار تقارير مفصلة، تطبيق سياسات العملاء الخاصة. فبالتالي نعتمد على بيانات داخلية من منشأتك، بعدين معلومات من الزيارات الميدانية في التقييم الشامل، معلومات تجارية راح ناخذها من وزارة التجارة دايركت. يعني احنا نطمح انك انت تدخل سجلك وكل المعلومات عنك راح ناخذها من وزارة العمل التجارة، ما يحتاج تعبيها. انت راح تساعدنا في الإجابة على العمل حقك، تجارتك، مشاكلك، عدد موظفينك، وضعهم، عقباتك. فبالتالي راح ندخلها عندنا اللي هي نسميها المعلومات النوعية وليس الكمية. هذه اللي اليوم نفقدها في المملكة العربية السعودية. وفي بيانات من مصادر أخرى، وبعد كذا معلومات من شركات المعلومات الائتمانية اللي من بيان. طبعا الهيئة عشان تنجح في وضع آلية قوية وتكون عادلة بالبداية وتكون منهجية علمية وخلافها، تحتاج تتعاون مع متخصصين في المجال هذا. فهي تعاونت معنا شركة بيان، احنا المطور والمشغل لها. شركة بيان هي شركة معلومات ائتمانية جديدة مختصة فقط في القطاع التجاري، وهدفها تمكين الاسميز من التصدير، من زيادة التجارة البينية، من الحصول على ائتمان، من الحصول على تأمين بمخفض. من فهذه أهداف بيان تلاقت مع أهداف الهيئة. طبعا بيان هي منصة موجودة راح تساعد أصحاب منشآت الصغيرة المتوسطة والمنشآت الكبيرة أنها المنشآت الصغيرة المتوسطة تحديدا أنهم يحصلون على بضائع بالآجل بشكل أكثر. اليوم الصغير إذا راح المنشأة الصغيرة اللي ذهبت إلى منشأة كبيرة تشتري منها لأول مرة بدون سابق علاقة، ما يتم بيع بالآجل، بالغالب يكون كاش بالبدئية. فجت وزارة التجارة مشكورا، هي طبعا شركة شبه حكومية، جت وزارة التجارة مشكورا عشان تمكن الشركات الصغيرة، وضعت شركة بيان المعلومات الائتمانية أنها تحصل على معلومات الريسيفبلز والعقود الحالية، وبالتالي يصير في دعم للمنشأة الصغيرة. لما تجي المنشأة الكبيرة، المنشأة الكبيرة تتطمن لأنه راح يكون في طرف ثالث راح يسجل المعلومة، فبالتالي لو فشلت في الدفع أو خلافه في المعلومة مثبتة موجودة عن طرف ثالث. فهذه شركة بيان طبعا هي أنشأت الآن موجودة بشراكة ما بين القطاع الخاص ووزارة التجارة ووزارة العمل، فيها ثلاثة بنوك وشركتين حكومية، شركة ثقل وشركة تكامل. بدأت أعمالها الآن، معلوماتها كثيرة، عندها معلومات سجل التجاري على أي منشأة ما تقدر عليها، الآن ربط مع وزارة العمل ونطاقات المنشأة، المبيعات بالآجل، مشتريات من السبلايرز موجودة على أي منشأة، القوائم المالية، القروض اللي موجودة من البنك، ويتم الربط مع أكثر من 10 جهات حكومية، بحيث أنه لما أنت تكون تاجر صغير ذهبت للبنك ولا ذهبت لأي منشأة وفي طرف ثالث راح يتكلم عنك ويعني يضمنك أو راح يتكلم عن معلوماتك، لازم تقريرك يكون شامل عشان البنك هذا أو الجهة هذه تثق فيك. فلما يكون تقريرك كامل في نطاقك، في عدد عمالتك، في وضعك الائتماني، في كذا، البنك أو الجهة التمويلية راح تثق أكثر في وضعك. فهذا الهدف حق شركة بيان. طبعا بيان عندها شريك دولي اسمها شركة كريف إيطالية، تعمل في 50 دولة، متخصصة في وضع النماذج اللي زي ممكن، ونماذج المخاطر، ونماذج دراسات الأعمال وخلافه. فبالتالي بشكل تضامني دخلت شركة بيان وشركة كريف في تطوير هذا البرنامج وهذه المنهجيات وتشغيلها.
أبا أختم بس يعني بكلمة اللي هي أقول فيها سر من النجاح منشأتك، أو لهذا تقول الهيئة برنامج ممكن. برنامج ممكن يقول لكم لابد من أن تتعرف على واقعك معرفة دقيقة لكي تضع أهدافا وترسم خططا تعينك على النمو والتطور، فبهذا تستطيع أن تدرك ما الذي يجب أن تغيره لتنجح. والله يعطيكم العافية. هذه بصورة عامة. الآن فقرة الأسئلة والأجوبة، إذا عندكم أسئلة كنا حاضرين نجاوبها. لو في مايك ثاني، في واحد ثاني، في واحد ثاني. طيب اللي يبغى المايك يتفضل. اللي بيسه. أي تفضل تفضل بس بالمايك. كل الأعمال ما لي دور شخصي فيها، لكن بحكم أنه تحت منظومة وزارة التجارة نطلع على مخرجات اللجان. أنا داخل في لجان أخرى، مثلا برنامج ريادة الشركات في التحول الوطني والأخلاق. لأنه تيسير الأعمال في كان هناك من الجهات الحكومية تكون عائق لهذه المتطلبات، مثلا الدعم والجوادر لأي سبب كان، سواء هروب أو سواء إغراق. فمن حق المانح للسيادة التجارية أو من حق من نقل السيادة التجارية أن يتم تعزيزه بكوادر من الممنوحين الآخرين أو من المانح نفسه لغاية ما يجتاز هذه المرحلة. فهذه تقريبا لو نجي احنا الان في الوقت الحاضر نجد انه الحوت جدا مثلا 5 موظفين يعملون بنفس العلامه باختلاف الكفلاء، لكانت هناك غرامه لا تقل عن 500,000 ريال. هذا فقط من مكتب العمل. شأها الرياض فتجد احيانا جدا لن يقبلها. اسمعني بس اجابك. انا ماني عضو في لجنه تسيير الاعمال، لكن هذه كل الكونسيرنز هذه مطروحه. اذا تحب برضه تتواصل بما اليوم سوت هندسه اجراءات، يمكن طلعوا الدليل الاجرائي قبل يومين جاكم على الواتساب وعلى الايميلات. وهذا الدليل الشامل، اول ما حد ما كان في كامل في البلد انك تعرف وين تروح وين تبدا، الان موجود. هذا كان نقطة أولى. النقطة الثانية راح تكون إعادة هندسة الإجراءات كاملة. فهذه النقاط ممكن حتى أوصلك أنا بالمسؤولين عن البرنامج تطرح عليهم إذا هم عالجوها أو ياخذونها بالعين. في أحد الحين كويس إنه راح يكون فيه زي بنش مارك على كل المعلومات اللي تقدمونها للمنشآت. بس بعض الأحيان يكون فيه منشآت عندها ميزة نسبية، فكيف تحافظون على الميزة النسبية في مقارنة برضو ما المعلومات راح تكون مفيدة للباقيين. فهل مثلا راح تكون شلون تكون طيب الخصوصية طبعا نتكلم عليها منشأة طبعا نقول والله المنشأة الفلانية عندك والمميزات ورحمة الله موجودة. مثلا خلينا نقول مثلا تاجر ملابس وعندهم أرض من زمان ماخذينها بسعر رخيص علشان التحلية، هذه ميزة تنافسية صح؟ انا وش بجي اقول له؟ بقول الموقع مهم بس ما راح تروح ميزتك تنافسيا صح؟ لان الميزه حسب تطبيق الاداره نفسها. لا يمكن اني انا اقول كل شركه ان الموقع مهم بس ما يقدر يحصل على موقع زي موقعك، عرفت؟ هذا كمثال يعني. السؤال الثاني اللي هو انت تفضلت في الشراء مثلا الشراء بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هل الشراء داخليا ولا أيضا خارجيا؟ اليوم نتكلم عن الشراء بالآجل. الشراء بالآجل هذا دور بيان ومع الهيئة راح نمكنه. اليوم احنا شغالين داخلي مع الجهات الكبيرة ذات العلاقة، عندنا 55 شركة كبرى اليوم راح تستعين بحيث تجاهها. ممثل في اتحاد عالمي
تحتوي على تقريبا 160 دولة تبادل معلومات جلوبالي. سابقا انت تحمل على مثال او كذا صعب توصل معلومة خارجيا وصعب تصدر معلومتك للمستثمر لك. الداخلي انه يصدر حقوقه بحيث انه يقدر يشتري خارجيا. فشغالين الان هذه شركة تشرف وتجارة هذه. تفضل. فيها مثلا ايش من داخل العلامات التجارية برا مين؟ ايوه طيب احنا بنروح الحين في هناك لجنة مثلا اخذتها ويعطى مثلا ايش شهادة المنح للزياد بالمنح. احنا الان في صدر تطبير التحكم الشامل بدينا فيه قبل تقريبا 3 سنوات في الدراسات. أنا أنصح نتواصل معاك بحيث أنه إذا كان في بنشمارك معين للمانح وطريقة المانح تصير تعتبر في التقييم الشامل، بحيث لو رحنا نقول والله هذا قادر أنه يصدر، فإحنا شغلين مع هيئة الصادرات، نبغى نعرف متطلبات التصدير ونحطها. خلاص نقول هذا ترى يقدر يصدر، قادر على التصدير، قادر على المنح، قادر على كذا، عشان يتمكن لما يروح لأي جهة فيبتدون يدرسونه ويبحثون عنه الكلام. سؤالي الأخير، هل بإمكان الأفراد الحصول الشهادة الشركات أو المؤسسات الحاصلة على الممكن؟ طبعاً مع الوقت ممكن إنه يصير في ترويج أكثر الممكن. يعني مثلاً عندك بزنس، أنت مثلاً خلنا نقول ملابس ولا خلافه، عندك ويب سايت أو تبيعين تجارة إلكترونية أو خلافه، ممكن يكون مع الوقت يصير في اللوجو تحط هنا إنه أنت حاصل على شهادة ممكن، بحيث إنه أي منشأة تبغى تتعامل معك تجي الممكن وتبحث عنه في الجهة. في ويب سايت ممكن ده تسين اي في ممكن في طبعا مع الوقت راح تضاف ايه راح تضاف المؤسسات اللي مشاركه. سؤال وهل هو يقدر يقول لا وامشيلوني من القائمه؟ طبعا اذا تقصد القائمه الجهات اللي راح تعتمد على ممكن بحيث انها تستفيد من منشآت المعلومات المنشآت الصغيره بنحط الجهات زي مثلا بنك اكس بنك واي شركه اتصالات كذا 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 اللي هذول بيستعملون ممكن في التعامل معك. لما تقول لي والله طيب انا لما تحط اسمي اني عندي شهاده ممكن انا اخاف على معلوماتي مثلا ولا كذا، هذه لا هذه طبعا راح يكون لها اليه مختلفه طبعا ولا بحيث انها ما تضر بصاحب العمل طبعا ما راح تكون موجوده كذا، لكن انت اللي ممكن تقول تراني ممكن برغبتك صاحب العمل. طيب الشركات البادئه الناشئه انا اقدر اعدل البروفايل اذا انا شركه قائمه بس البروفايل للشركه الناشئه كيف؟ طيب اذا انت شركه ناشئه طبعا احنا في بروفايل معين يساعد الانتربرنور بالبدايه بعض الاسئله والاجوبه على خطه عملك اللي موجوده حاليا توك ببدايتك انت، فنقدر نساعدك احنا نقول والله ترى انت تراك مثلا لانه في 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 ساعه ارشاديه على التليفون بعد ما تعبي معلومات نقول ترى انت تراك انت فيري اوبتمستيك مره طموح في هالمجال ترى ما حد يقدر يحصل هالرقم ولا ما تقدر تصل لهالنقطه ولا، فهذا راح يكون التوجيه المباشر. طبعا ممكن انا بزيد نقطه اخرى، ممكن هو بدايه للعلاقه حقتك سواء مع صاحب ذات العلاقه الهيئه البنوك خلاها هي بدايه، وهي خلينا نقول الممكن هو السلم الكهربائي حقك اللي تطلع فيه. فيعني هذا اكثر شيء. نقص في ضعف في جهات، هل يعطى مثلا ديدلاين انه يحسن من الوضع وبعدين يرجع يسوي ابلكيشن ثاني مره ولا اذا تجاوز هذا؟ طبعا يقدر طبعا الهدف هو مو بتقييم واختبار وما لا مو الهدف كذا، الهدف ان نساعدك نجح احنا وياك نساعدك في معرفه ادائك وقدراتك ونقول لك ترى هذه قدراتك صار تحسين عندك نقدر احنا نساعدك في تحسينها ونقدر نعيدها مره ثانيه وثالثه، الهدف انه نبغاك تكون في معلومات عندك، نبغى نسبة نجاحك 100%، نبغى كل الجهات تتعامل معك، هذا هدف العين، وهذه يعني ترى في استثمارات مهولة وضعت من هيئة المنشآت السنة المتوسطة سواء على ممكن ولا غير ممكن، كلها هم مطالبين الهيئة انه في نهاية السنة في
في منشآت نجحت ووصلت ولا فشلت الأمور؟ ما 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 في أسئلة؟ طيب الله يعطيكم العافية. إذا حبيتوا أي استفسارات في ممكن دتسي، في بعض المعلومات الأخرى وفي البروشور وفي الأخوان في الهيئة، وبرضو إحنا موجودين معكم هنا، عندنا بوثين، في بوث هنا موجود وفي بوث آخر في نهاية السيم. شكرا.